مرحبا بكم متتبعي مسلسل الأسيرة، شاهدوا أبرز أحداث حلقة 179 مترجمة للعربية. وفضلا منكم لا تنسوا التشجيع بلايك وفرجة ممتعة. وكان الجميع ما زال ينتظر خروج الطبيب، وكانت عفيفة ما زالت تنظر إلى هيرا بكل كره وقالت أين هذا الطبيب؟ كانت تقول ليس لدي صبر، كانت تريد أن تذهب. وقالت لها نورشاه تمهلي، كانت مصابة بالدوار. ثم قال لها شوكت أنت مريضة. وبعد ذلك قالت لها نورشاه اهدئي يا أمي، لا سمح الله إذا أصابك شيء. قالت لها سوف يأتي يفوز وسوف يخبرنا بكل شيء. وقالت لها نورشاه يجب علينا أن نقيس ضغطك. قالت لها لا أحتاج. ثم كان شوكت يريد أن يقيس ضغطها وكان يبحث عن الماء. وبعدها أتت هيرا المسكينة لها بقنينة الماء لكي تشرب الدواء. وبعدها نظرت إليها عفيفة بكل كره وقالت لها لا أريد أي شيء منك تلمسيه. وقالت لها نورشاه أمي يكفي هذا كثير جدا. وبعدها أتت إيفا تتملق إلى عفيفة وأعطتها قنينة الماء. وبعدها أتى يفوز وقال لها سيدة عفيفة الطبيب ينتظرك. وبعدها ذهبت عفيفة وكانت هيرا المسكينة تقف. ثم بعد ذلك أتت إليها نورشاه وقالت لها هيا هيا لنذهب. وذهبت. وبعدها قال يفوز إلى العقارب لديكم غرفة مخصصة يمكنكم الذهاب إلى هناك. ثم قال لكنان يمكنك الذهاب. قال له لا أنا سوف أنتظر هنا. وكان شوكت يتحدث مع القصر ويقول لهم نعم إذا كان هناك شيء سوف أخبركم. وبعدها خرجت هيرا وهي مصدومة وقلقة جدا وحزينة من مكتب الدكتور. وكان كنان ينظر إليها وكانت تتذكر كلام الدكتور لهم. قال لهم خضعنا لعملية صعبة جدا، عندما وصلتم كان في وضع خطير جدا وقلبه توقف، كان سيبقى على طاولة العمليات إذا لمسناها، لذلك الرصاصة ما زالت في قلبه. يعني السيد أرهون من الآن فصاعدا سيعيش والرصاصة في قلبه. وخرجت عفيفة وكذلك نورشاه وكانت تبكي وأحتضنها كنان لكي يواسيها. وظلت هيرا المسكينة تبكي على أرهون وهي تقف خلف الزجاج وتلمس قلبها. وفي هذه الأثناء كان كنان يتحدث مع نورشاه وقال لها قولي شيء. قالت له أنا لم أفهم، لا أستطيع تقبله، سيعيش وبقلبه رصاصة، كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ كيف سيعيش الإنسان وبقلبه قنبلة ممكن أن تنفجر بأي وقت بأي وقت؟ قال لها أعرف أن هذا صعب ولا يمكن أن أواسيك، هذا مخيف ولكن كل شيء سيحل. قالت له لو ذهب هو لن أخسر أخي فقط، بل سوف أخسر أبي وصديقي المقرب، لا أستطيع تقبل هذا. قال لها كنان أنا أعرف كم أنك تحبين أخاك. وقالت له قلت أني أخذت حياة جديدة وأخذت الشجاعة من أخي، قلت لنفسي أني قوية مثله، لو ذهب يا كنان ماذا أفعل؟ قال لها انظري أنا لا أعرف أرهون مثلك، ولكن أعرف شيء واحد وهو أن أخاك قوي كثيرا، ألم تقولي أنه يجد الحلول والآن سوف يفعل كذلك؟ وبعدها قالت له نورشاه لا أعرف أنا أخاف كثيرا. وفي هذه الأثناء كانت هيرا تنظر إلى أرهون من بعيد وتبكي وتقول افتح عيناك انظر لمرة واحدة لي أرجوك، أنت بقلبك رصاصة، كيف يمكنك العيش؟ يا رب أعطينا القوة، يا رب أرجوك لتعيده لنا، أرجوك يا رب احفظه لا تتركنا من أجل علي ونورشاه والجميع، تحمل من أجلنا، لا تأخذ ظلك عنا. وفي هذه الأثناء كانت عفيفة قلقة جدا وقالت بأي دنيا نحن في عصر التكنولوجيا، ألا يوجد طبيب يستطيع إخراج الرصاصة؟ يجب أن تخرج الرصاصة من قلب ابني، ابحث عن أي طبيب. وبعدها قالت إيفا سيدة عفيفة هناك طبيب لكن لم يحصل وقت لكي أخبرك، لقد أجرى عمليات كثيرة وكانت ناجحة جدا. قالت لها عفيفة نعم وأنا سمعت به. وقالت لها لقد كانت نسبة ضئيلة من الخطر. وقالت لها عفيفة أنا حتى النسبة الضئيلة من الخطر لا أقبل بها لابني. وفي هذه اللحظات كانت هيرا تبكي وتقول أنا هنا لن أذهب إلى أي مكان ولن أبعد عيني عنك، أشعر بوجودي، افتح عينك أنا بجانبك، هيا انظر إلي، أنا بحاجتك وإلى نفسك، أنا ليس عندي القوة لأخسرك وأنت قوي سوف تتحمل ودائما تحميني. وتخيلت عندما تصاب أرهون بمكانها وعادت من خيالها وقالت عد مجددا أرجوك، يمكنك أن تتخطى كل شيء لكن لا يوجد عندي القدرة لكي أخسرك، أرجوك عد إلينا. وكانت هيرا تبكي وهي تلمس الزجاجة كأنها تلمس هو.
وفي هذه اللحظات كانت نورشاه مع كينان، قال لها هل أنت بخير؟ قالت له أشعر أنني محصورة، لا يمكنني التوقف عن التساؤلات في عقلي، ولكن أنا أعرف كم أخي قوي سوف يتخطى هذا كذلك. قال لها إن شاء الله سوف ينجو، لا تخافي، هيا لكي نأخذ القليل من الهواء. وأتى كينان لنورشاه بالقهوة والشوكولاتة وقالت له هناك شيء غير القهوة. قال لها فكرت أنه مفيد لك. وقالت له تذكرت أخي في بعض الأحيان يفعل مثل هكذا، يأتي لي بالحليب والشوكولاتة حتى يساعدني، وهو بطلي. ربما يكون هذا غريب عليك، ولكن أشعر بهذا في نفس. وفي هذه اللحظات كان موسى قلق جدا على حالة أورون وكذلك على هيرا، وكان يريد الذهاب للمستشفى. وبعدها اتصلت جونغا لكي تعرف الأخبار، وأقفل شوكة الخط وقال لها سيدتي أريد أن أخرج قليلا. قالت له افصل هذا الهاتف، صوته يزعجني. وكانت إيفا تقول لعفيفة أنت لا تبدين بخير. قالت لها أنا بخير، لا يوجد داعي. وبعدها أجاب شوكة جونغا وقال لهم أعرف أنكم قلقون، ولكن السيد ما زال في حالة مقلقة ولم يستيقظ بعد، لديكم أعمال في القصر، هيا اذهبوا إلى الأعمال. وكانت هيرا ما زالت تقف خلف الزجاج وهي تنظر إلى أورهون، وكانت تبكي وحزينة. وبعدها أتت نورشاه مع كينان واقتربت منها وعانقتها، ثم بعدها قالت لها سيكون بخير. قالت لها هيرا نعم سيكون بخير، وقالت لها ارتاحي أنت قليلا، لقد تعبت كثيرا. وقالت لها هيرا لا يمكن أنا بخير. وبعدها قال كينان لهيرا لا تبقي هنا، أنا ونورشاه سوف ننتظر، يمكنك أن تذهبي وترتاحي. قالت لها بعد ذلك نورشاه أنا أفهمك، لا يمكنك الافتراق عنه، ولكن نحن سوف نبقى هنا، أنت ارتاحي، عندما يستيقظ سيكون بحاجة لك وسوف يتعافى وستعودان من النقطة التي توقفتم منها. وبدأت هيرا تتخيل أين توقفت علاقتهم، كيف كانت علاقتهم متوترة وكيف كان يتعامل معها. وعادت من خيالها، وبعدها نظرت إليها نورشاه وقالت لها سوف يتعافى من أجلنا، سوف تكونين بجانبه حين يستفيق كأي وقت سابق. ثم بعد ذلك نظرت هيرا إلى نورشاه وكذلك إلى أورهون، وكانت تقول لا أعرف يا نورشاه، يكفي أن يستفيق، لكن عندما يستفيق لا أعرف أين أكون بالنسبة له ولا أعرف أي شيء. وكانت هذه هي نهاية الحلقة. وفضلا منكم أصدقائي ما تنسوش أنكم تخليوا لي لايك، وكذلك ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة لما مشتركش في القناة، ويفعل زر الجرس باش يتوصل بكل جديد إن شاء الله.